يلا بسم الله. دخلنا لاسيرنا دخلنا لهاد لهاد ما سمحوا لي ما عرفتوش بالعربيه شنو سميتو. بون هنايا تشايفز كما قلت لكم ودي فلور. هادي في لونطري في هاد لو بتي كوين دايره لي فلور مخلط مع النعناع ديال التفاح ابل مينت. شفتيو شتو تبارك الله الورق ديال ابل مينت كيفاش كيجي؟ راه كنديرو حتى في البطاطا مسلوقه سلاد كيجي غزال. بون اجي نوريكم دابا هنا. شفتيو هنا فين كنديرو النيرسري هنا في هادو لي تول دوزان داكشي. بون هنا عندنا نيرسري ديال شنو هذاك مكتوب سانس جيت I don't know that. بيبر مينت. لا بيبر اسمحوا لي هذه الفلفل حلوة. شفتيو الفلفل حلوة. هنايا انا نقول لكم دابا اللي فيه السميات اللي ما فيه السميات ما عرفتش تيجي الزوج ديالي هو اللي مكلف بهذا الشيء هو اللي كيدير نيرسري. هنايا سيرغي هذا تبارك الله الكرافس شتيو عرفتي ملي غيتفرق في الارض راه تبارك الله ما شاء الله. هادي تشيركين اي دون نو وات از ذيس مهدي وات از ذيس وات او يا هذا دنجال. هذا الدنجال تا هو من الزريعه وهذا هذا باردن كيك كولت او واو شباليله يا ماشي الرانجويش. هذه الحلبه عرفتي وكتطلع الخضور ديالها كتطلع كتستعملي الخضر ديالها بحال الربيع كديري في الماكله على حسب لي غوسيت اللي غادي تحتاجو بحال مثلا تشيكن كاري بحال كاين عده وصفات نقدر نشاركهم معكم في المستقبل. وملي تمشي حتى لمواد سبتمبر كتكرميها وكتاخدي الزريعه هذيك هي الحلبه مي ملي بدا كطلع وانتي كتستعملي في وانتي ولا انت كتستعمل في الربيع ديالها. اوكي بون اي سنحطي غادي نمشي لديك الجهه الاخرى ابري. بون هنايا سي كوا سا هادي اللوبيا هادي شفتها هي اللوبيا اللي نتحلى هادي اللوبيا البيضة والغوز والموف بربل اللون ديالها مدادي دونك هادي غادي تطلع غادي نخليوها تعطينا اللوبيا كرمه. اوكي ابخي نكرموها وهادي اللي حداها ان ذيس وان وات ذيس او هادي الملوخيه حبيبتي الملوخيه جادور الملوخيه جادور وعندها عده وصفات وسي غنشاركها معكم خليوها تطلع باش نجي نقطفها ونديها ونوريكم. بون هنايا بطاطا اخرى ديال لا سيزون اللي جايه يعني هذه من بعد 4 سيمان 4 اسابيع عاد غادي نديروها في الارض. شفتهم اللي كتشيت اوت هذه كيطلع هاد الريوس كيخصك تحطيها وحده حدا وحده وتكون عاطيه للضوء مي ماشي يعني ماشي على الهواء الطلق نو. هادي بطاطا هادي نوع من البطاطا عندها الاسم ديالها راه كنت شاركت معكم لي الله جاتني زريعه ملي الله جاتنا للدار بون بيان سور شريناها من الانترنت وكنتي رشي دابا مع الكونفينمون واخا تكون كاع قريب ليك النيرسري ما غاديش تمشي تشري باسكو بزاف تاع الاحتياطات. anyway هذا نوع اخر من البطاطا هذا وقيل سيم النوع هادو جوج هادي وحده اخرى بحيث اننا كنطلعوا البطاطا ديال لا سالاد وديال اللي كتدخل الفران وديال اللي كديري في الطاجين بولين دونك مختلف. اوكي ما شاء الله تبارك الله ملي غيطلع ارى إيه هنا سي كوا سا هذا ان هير من مينت واش كاين داف مين ذيس وان اي ثينك لايك اون ذا جاردن مينت
اوكي، هذا نعناع الحديقة كيسميوه. بون، زوينة ريحته غزالة. هنا سي كوا هذا اوسي؟ كورياندر والبارسلي. سلري. اوه سلري، اوكي. هذا كرافس، ما شاء الله تبارك الله. عرفتي هاد الكواري، هاد المربع الصغير غادي يعطيك واحد الحجم كبير. و بون، هاد النيرسرينغ راه كلها يعني فن وعمل يعني يدرس. and this one what is it؟ what's this the one؟ sweet pea. اوه هذه جلبانة، هذه جلبانة. ها هذه الجبانة اللي كتعطي لي فلوغ، حيت الريح ديالها غزالة. بون، هنا كنا جربنا واحد النوع ديال الفول اللي يلاه اول مرة غنستعملو هذيك الزريعة. دونك قبل ما كنستعملو الزريعة كنجربوها، واحد النوع تاع الزريعة اللي غادي نوصلو كنجربوه. بون، هذا ها هو الفول. هذا غيبقى صغير، غيبقى في هذا الحجم، يعني من داك اللي كيدار في الكسكسو كله اونتي، وهذاك اللي على برا وريتكم هذاك غيكبر بزاف، غيكبر. هذا تيبقى في هذا الحجم. كيمكن لك تشرمليه ولا طيبيه هكاك ولا لافابور وديري ليه صوص فينيغريت، كيجي غزال. بون، سمحوا لنا على الماس مع هذا الشيء، كيتطلب بزاف ديال المسائل، خيوط لي بو صغيورين، فهادشي راه يدرس علم نورسرينغ، ماشي علم يعني يا سيونتيفيك، في لي ريشيرش اوسي. اشنو هذا الاولاني هنايا بليز؟ عافاك، شومي مهدي، واتس ذات؟ بارسلي. اه بارسلي، هذاك بارسلي ياك. ذا فيرست بوكس اند سكند تشايز فينل. اوكي، هذاك الزريعه ديال تاع البسباس، شنو كنقولوا ليها؟ اليانسون، يعني النافع. فوالا هذا يطلع لينا غير زريعة النافع. وهذا اللي حداه بليز. I know sorry I'm bothering you but you have to tell me because I don't know name. توميتو. توميتو and next توميتو. توميتو. اوكي، ما تشعل الانواع هنايا عندنا اوسي، حتى هي فيها كيوي توميتو، ريد توميتو، تشيري توميتو، كلشي هذاك الشيء ماتيشا. باردون؟ بلان يس. ماتيشا اللي على شكل بيضاوي، شكلها بيضاوي، وعاد انواع اخرى غادي تطلع هنا عاد غتخرج، حيت كاين شي حوايج ما كيخرجوش للهواء الطلق في المرة الأولى، كما كتشوفوا هنايا. ها هو العمل سير، سير العمل، شفتيو؟ ضروري. فوالا هو تقنية. أنا الحمد لله الزوج ديالي كيقوم بهاد التقنيات كلهم، أنا غير كنساعد على برا، كنسقي بيني وبينكم، كنسقي ملي كيطلع داكشي كنسقي كنعاود السقي. المهم الحمد لله على كل حال. و أي خصني نخرج. و دوزان عرفتو هاد المسائل هادي كتطلب بزاف ديال المسائل، لي كامبوس على مختلف لي تيغو، يعني الصراف ديال الزريعة صغيرة على المختلف. والآن غادي نخرجو من لاسيغ اللي هي أوف سخونة، ومقدرتش نحيد هاد الجاكيطة ديالي على زغاريد العصافير. يلا أنا غنديكم للبارتية الأخرى.